المفهوم الشامي مقبول، هو القسوة معناتها الحزم والشدة. نعم. فإذا كانت التربية وهذا هذا 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 عنوان أصيل في التربية، لابد يكون حزم وحب الاثنين مع بعض، هذا الاعتدال. لما أنا أحزم من غير ما أتسبب بضرر، متى نسمي التربية قسوة أو تربية دلال زائد؟ الدلال إذا كان مقصود فيه الحب والتقبيل والاحتضان وإعطاء الفرص، هذا مطلوب. نعم. هذا الود نبيه في البيت. لكن أن يتسبب الدلال بالضرر على الابن، هذه إيش يعتبر؟ هذا العنف الذي لا نريد. كذلك القسوة، لو أنا عاقبت ولدي، حرمته من مصروفه، أو حتى ضرب بعض الضربات معينة، أو حبس أو منع من أمر معين دون أن يتسبب له هذا بالضرر، نعم، هذا مطلوب. لابد يكون في اعتدال. ولهذا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بين في هذا، يعني أمروا أبنائكم بالصلاة للسبت واضربوهم عليها لعشرة، كما قال في حديث صلى الله عليه وسلم، وإن كان البعض يعني يرى تفسير آخر له، لكن العقوبة أو الشدة والحزم مطلوب، لكن بشرط لا يساوي ضرر. نعم. فهد الفلشاوي نشرتك معنا القصة اللي ذكرها الأخ عبد الرحمن، وأنا أعتقد عنده أكثر من قصة، وياي اليوم بيسمعنا أكثر من حالة، بس نسمع تعليقك أو إذا عندك قصص أخرى مشابهة لمثل هؤلاء الشباب. والله أنا أول شيء عندي قصة، بس مو موضوع القسوة، الموضوع الدلال وطريقة تعاملها، أسلوب الدلال الزائد. نعم. ونتيجة تعاملها مع الناس. نعم. على ما أعتقد يوم كنت بالمرحلة الابتدائية كان عندنا طالب مدلل بشكل يعني فوق ما تتصوره. نعم. كانت طريقة تعامله مع المدرسين طريقة يعني همجية، ما يحترم لا ناظر لا وكيل لا مدرس. يعني من أصغر عضو بالمدرسة لأكبر عضو بالمدرسة. فمرة الناظر استخدم وياه أسلوب شديد شوية، على ما أعتقد يمكن تلفظ عليه بالفاظ أو مديدة عليه، فقام الطالب قام ومديدة على الناظر جدا. على ما اعتقد يا كنا في 5 دقائق اللي بين حصتين او بالفرصه. نعم. لانه كان في حضور. نعم. في ابو الطالب زين، فتناقش ويا الناظر زين، تناقش يعني حوار كان شديد. نعم. ويعني تخيل بوجود الطلبه وبوجود التلميذ نفسه المشاغب الناظر الطالب والابو نفسه يغلط على المدرس. حتى الابو غلط على المدرس؟ غلط على المدرس، يقول انت شلون، والله انا يعني انا هذا ولدي ما مديت يدي عليه، انت ريال من برا البيت مد يدك عليه. يعني من يعني اللي يبين لنا من هذا ان الابو قلل من قيمه المدرس. نعم. وبين حق ولده شلون اسلوب تعامله مع الناس المفروض يكون بهالاسلوب. نعم. فشجع على الرعب اللي قاعد يصير. نعم. طبعا شجع. طيب، وهل تعرف عندك علاقه مع هذا الشاب بعد ما كبر مثلا، ولا انقطعت علاقتك؟ لا انقطع. بس انت اذا فقط تنتقد السلوك اللي فيه دلال زائد داخل السلوك اللي فيه دلال زائد المدرسه. نعم. اما في قضايا التطرف او ما عندك اي صديق او حاضر، ما مرت. نرجع حق عبد الرحمن مره ثانيه. يعني عبد الرحمن، انت اليوم بنسمع منك يبدو قصص في هذا المجال، قل لنا عبد الرحمن، قل لنا. في البدايه بدي اسال الدكتور محمد شوي. نعم. انت تكلمت عن الاعتدال، انت متى اي مرحله الاعتدال انت قاعد تتكلم فيها؟ انا باعتقادي ان الاعتدال يبدا من 5 الى 10 سنوات. هنا يبدا تعلم الاعتدال وتعلم قسوه شوي وعدال شوي، هني يبدا الاعتدال. لكن اذا انت دللت في المرحله هذه 5 الى 10 سنوات، نتائجها راح تبدا بالمرحله المراهقه. نعم. اذا معناته اهم شيء التاسيس بالنسبه لك. نعم، التاسيس التربوي هذا اللي يعطينا فعلا الانطلاق. واحنا عندنا الاشكال ابو محمد، يعني اشكر عبد الرحمن عليه، لكن من الاسئله اللي تجي دائما يوم السبت، واحده من تقول واحده من امهات بنتي اذتني وانا متاذيه منها ومنزعجه منها واضطريتني اضربها. نعم. كم عمرها بنتك؟ كم تتوقع عمرها؟ ما اعرف. قاعد تشتكي مأذتني. نعم. ومسويت لي ازعاج في البيت وانا ماني قادر امشي ولا ادري. 2.5 سنتين ونص. الموضوع كله اي 2.5 محمد، 2.5 حرام عليكم، 2.5. ليش عيب البنت هي؟ هذا من اباء وامهات الان. اسمع برنامج على الهواء، تسمع هذا على الهواء. انا لولا الناس قالوا هالكلام ما اصدق. نعم. يقول بنتي وانا عنفها، فبالفعل هذا يحدث. طيب، هل تعتقد انه ثقافه الضرب او ثقافه العنف انه هم يرون انه هذا هو الصواب؟ أو أنه قد يكون ما في بديل؟ يعني مساء أنا ذكرت للأخ فهد الفلشاوي، طيب البنت اللي كانت تضرب أمها، صارت قصة اليوم عندنا في الحلقة هذه، هذا متكرر ترى. نعم. يعني الآن قال والله أضربها، إذا ما أضربها طيب أحاورها. المثال الثاني قال أحاور،
طيب واذا ما نفع الحوار قال نضرب. طيب يعني احنا ما عندنا غير حوار ام مواجهه، يعني حتى عنوان حل برنامجنا حوار ام مواجهه، يعني ما في الا بس حوار مواجهه، يعني ما في خيارات اخرى ممكن الاب او الام يمارسونها في العمليه التربويه مع عيالهم، بحيث انه في شيء غير الحوار، في شيء غير المواجهه. انا اعتقد ثقافتنا التربويه ضعيفه، احنا قاعد نطبق الشيء اللي احنا تربينا عليه. نعم، يعني احنا من الناس تربينا على طريقه معينه ونعتقد ان احنا اعتدلنا بفضل الله سبحانه وتعالى اولا ثم تربيه الوالدين لنا. المجتمع له ثقافه تربويه معينه يتربى عليها ثم بعد ذلك يطبقها على الجيل اللي بعده، والناس ما انتبهت انه صار فيه تغير في الجيل، في الفهم وفي الثقافه وفي العلم. الان ما شاء الله العيال حافظين، يحفظون القران الكريم، يحفظون الاحاديث النبي الرسول عليه الصلاه والسلام، عندهم اطلاع على الجانب السياسي الاقتصادي التربوي، فعندهم ثقافة عامة تتعارض مع الثقافة السابقة. فأنا أعتقد أول مشكلة نعانيها في التربية إن إحنا مو على نفس مستوى الثقافة الحالية. نعم. رقم اثنين، إحنا عندنا مشكلة ثانية محمد، وهي إحنا مضغوطين. إحنا الآباء والأمهات علينا ضغط نفسي كبير، قاعد نفضي في العيال. نعم. فأنت تجي من العمل مرهق فكريا من مسؤول عليك، وأنا اسمح لي ودي أقول نقطة هني، نظام الدولة حاليا كله يشجع الإرهاب. كيف؟ تسلط داخل البيت، تسلط في رياض الأطفال، ما له فرصة للاختيار عنه، تسلط في المراحل الابتدائية، عنف وضرب أيضا موجود في المراحل، في شتم، في سب موجود بالألفاظ نعرفها. نعم. مرحلة ثانوية عنف كذلك موجود وتسلط، رأي واحد فقط في التوظيف، تسلط في الوظيفة. الآن مسؤول العمل هو كأنه هو الإله. نعم. والناس يعني تمشي عند رجله وعند إيده حتى إلى الوزير. نعم. اللي يصير تحت الوزير ويحاول مشي كذا، فعندنا نوع تسلطي. الحرية في الرأي واحترام الاقتراحات واحترام البدائل ما هو موجود. نعم. إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. فالنظام كله يشجع على هذا النوع من التطرف. فلما واحد ينشأ، لو نشأ عبد الرحمن في بيت على افتراض أو فهد أو أيا كان سي من الشباب، نشأ في بيت قسوة، طلع في المؤسسة بعد تعليمية قسوة، طلع في المؤسسة الوظيفية قسوة، طلع في الدولة تنعكس. وبعدين لما تتهيأ إلى أي بيئة انبيئات ممكن يكون فعلا متطرف. هنا الضغط النفسي. نعم. هذا أقصده، إحنا عندنا ضغط نفسي. فالآباء والأمهات وين يفضلونه؟ ما يقدر على المسؤولين. بنت بالمحكمة ما يقدر عليك، بنت بالمحكمة محمد ما يقدر عليك، يقدر عليك. فأروح البيت أول ما أدخل عند الباب يقولون لي تركض ضربة على الكف على وجهه. ليش؟ لأن أنا مالي خلق، أنا منزعج، أنا مضغوط نفسيا. ضعف الثقافة زائد الضغوط النفسية مع عدم معرفة كيف نفضيها، أعتقد هذول سببين كبار جدا يعطونا هذا النوع من التعامل. نعم. قسوة.